مشاهدينا في كل مكان، صباح الخير، بنصبح عليكم مع يوم جديد مليان بكل الخير والأمل لكل مشاهدينا. الأجواء هذه الأيام معدل استقبال الحدث الأبرز، وهو تنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية 32 على أرض مصر اللي هتبدأ إن شاء الله يوم الجمعة القادم 21/6 وتنتهي 19/7. مباريات إن شاء الله بننتظر أن تكون رائعة، أجواء تنظيمية أكثر من رائعة، اهتمام الدولة يمكن على كافة الأصعدة للخروج بهذه البطولة بالشكل الأمثل، خاصة وأن مصر هي الرئيس للاتحاد الإفريقي بشكل عام. إذن سوف تكون القدوة مقدمة من خلال تنظيم مصر لبطولة رائعة إن شاء الله تكون تاريخية كما عهدناها دائما. زي ما تعودتم معانا يوم الحد العديد من الفقرات المتنوعة، هيكون لينا حديث حول المنتدى الأخير الذي عقد في شرم الشيخ حول مكافحة الإرهاب، وهو المنتدى الذي يتم في إطار الاهتمام الكبير في مصر لمكافحة الفساد والإرهاب على مستوى القارة السمراء في رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. ده هيكون من خلال لقائنا وحديثنا من خلال لقائنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ صبري الجندي الصحفي بالأهرام. فقرة خفيفة هتكون مع الغناء والعزف على العود مع العازف والمطرب رامي أبو الفتوح. مشاهدينا بعد الفاصل 5 رياضة يمكن ببعض النشاط وتجديد النشاط، ثم نعود ونقرأ معكم أخبارنا. السلام عليكم، معاك كابتن مصطفى ابو الخير مدرب لياقه بدنيه وكمال الاجسام، معاكم النهارده في برنامج بنصبح عليكم. النهارده يا جماعه مع بعض هنتكلم عن تمارين اطالات الرقبه مع بعض. يا جماعه هنبدا اول تماريننا، بنفتح مسافه، بنقوم نقف من على الكرسي، والمهم نغير الوضع بتاعنا زي ما قلنا. لو انا قاعد فتره طويله كل ربع ساعه ونص ساعه بقوم اقف لمده دقيقه واقعد، لو انا مش هقدر اتمرن. لو هنتمرن كل مثلا ساعه او ساعه ونص ممكن ناخد بريك وناخد التمارين الخفيفه اللي احنا هنمشي مع بعض فيها. الاول بقف، بفتح مسافه بين رجلي، احط ايدي الاثنين في وسطي، وبالراحه بحرك الرقبه ناحيه اليمين واثبت، وبعد في سري حوالي 6 عدات او 7 عدات بالشكل ده، وبريح بروح الجنب الثاني واثبت بنفس الشكل، وبعد نفس التكرارات من 6 ل 7 عدات او 8 عدات. بعدها برجع الرقبه لورا برضو في خلال 6 او 7 عدات. بعدها الرقبة لقدام وبنعد 6 او 7 عدات. مهم يا جماعة واحنا شغالين ان احنا بنعمل شهيق وزفير ببطء، ما حاولش ان انا اعمل التمرين وانا شادد عضلة الرقبة عشان ما يسيبش تأثير سيء على منطقة الفقرات. مع بعض ببدأ احرك الرقبة، ايدي في وسطي ناحية اليمين لفة كاملة بالراحة من غير ما نطقطق الرقبة. وهنقول بعد التمرين ده ليه ما بنطقطقهاش او ايه المشكلة في ده. 3 لفات واثبت بالراحة خالص عشان ما ندخش ناحية الجنب التاني. 3 لفات لفة كاملة مع بعض. وهنقول دلوقتي يا جماعة ليه احنا ما اتحركناش بالرقبة بشكل عنيف او شكل سريع شوية، لان الرقبة لو احنا حركناها جامد وطقطقت ممكن ده يعمل لي خشونة او يأثر على الرقبة فيما بعد. احنا كل الهدف اللي احنا بنعمله ان احنا بنعمل تمارين اطالة او بنلين العضلة ببطء خالص وبشكل انسيابي عشان ما يحصلش كرامب او شد عضلي في منطقه الرقبه. مع بعض بحط ايدي اليمين في وسطي، بفرد ايدي الشمال، واخد رقبتي ناحيه اليمين، وافرد ايدي على قد ما اقدر عشان اعمل استريتش للجزء الاعلى من الرقبه بالشكل ده في خلال 7 عدات. وبعدها بنزل كف الايد تحت وبنعد 7 عدات ببطء. خلصناهم برفع الكف لفوق وافرد دراعي قوي، وكل ما الم كف ايدي للداخل كل ما اعمل اطاله لمنطقة الرقبة بالكتفين. خلصنا، هنبدأ على الجنب التاني، بفرد دراعي للآخر على قد ما أقدر، هنزل الأفضل تحت كف الإيد في خلال 6 أو 7 عدات لفوق، وأفرد دراعي على قد ما أقدر. بنخلص، أخد النفس، بنظم النفس بالراحة تاني كمان مرة. والحكمه ان انا بنظم الاكسجين دخوله وخروجه عشان ما يحصلليش دخ وانا بعمل التمرين، لان انا بعمل ضغط على منطقه الرقبه فوصول الاكسجين ما بيبقاش واصل بالطريقه السهله. مع بعض ايدي اليمين في وسطي، بحط ايدي الشمال ورا ظهري، واخد
الرقبة ناحية الإيد اليمين برضو في خلال 7 عدات، هريح العكس في خلال 7 عدات، هنريح آخر تمرين أشبك إيد الاتنين لأسفل وأرجع الدماغ لورا، أشد راسي أو رقبتي على قد ما أقدر، هريح بحرك بالراحة عضلة الترابيس وعضلة الرقبة للأمام في خلال 4 عدات، بعد كده العكس. خلصنا، ببدا انظم نفس بالراحه يا جماعه عشان ما احسش زي ما قلنا بدوخه، واوصل الاكسجين بشكل اعلى لدماغي. النهارده يا جماعه زي ما اتفقنا احنا اشتغلنا تمارين بسيطه لعضله الرقبه وهي الاطالات، عشان الناس اللي بتعاني من الاعاد لفتره طويله قوي في مكان شغلها او مكان دراستها. ويا رب نكون وصلنا لكم معلومه جديده. معاكم برنامج بنصبح عليك. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم معنا مره ثانيه. قراءه سريعه في اهم اخبارنا اليوم. الرئيس السيسي يكلف بدراسه نقل مركبي خوفو الى المتحف المصري الكبير. تنفيذا لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسه نقل مركبي خوفو الى المتحف المصري الكبير، تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء امس السبت متحف مركب خوفو، والذي يضم المركب الاول، كما تفقد اعمال رفع وترميم مركب خوفو الثانيه. وطلب مدبولي بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمتحف المصري الكبير، وأن تتم الأعمال بدقة متناهية ليكون المتحف رسالة للعالم عن مصر الجديدة التي تواصل صنع حاضر ومستقبل أفضل لأبنائها استكمالا لما بناه المصريون القدماء. الرئاسة زيارة السيسي لأعضاء المنتخب أعطت دفعة معنوية للاعبين. قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت لمعسكر منتخب مصر في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة جاءت كرسالة دعم وتشجيع لكل أعضاء المنتخب، مضيفا أن هناك مسؤولية تقع على اتحاد الكرة المصري واللاعبين والمدير الفني للمنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويجب على منتخب مصر تقديم عرض جيد في بطولة كأس الأمم الإفريقية يليق بتاريخ الكرة المصرية وتاريخ مصر، وأن البطولة للمرة الأولى التي يلعب بها 24 فريقا كما نجحت مصر في استضافة البطولة. مشاهدينا تابعوا معنا هذا التقرير حول هذه الزيارة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر باستاد الدفاع الجوي إذانا ببدء مشاركة مصر في بطولة الأمم الإفريقية. تابعوا معنا التقرير ثم نعود ونلتقي. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. صباح الخير جميعا، كل سنة وانتم طيبين، واتمنى لكم كل التوفيق. بس انا عايز اقول لكم على حاجة اهم من اللعب، ازاي نقدم نفسنا للناس. اهم من اللعب عندي وعند كل المصريين نقدم نفسينا لمصر وللناس في العالم اللي هتتفرج علينا ازاي. نتمنى ان احنا نشوف احسن نتيجه، وطبعا انا في تقديري انا كانسان القيم والمبادئ بتاعت اللعب المحترم والنظيف ومكران الذات ده اهم حاجه عندي. الماتش كل ماتش هتتلعب، ويتبقى المنظر والانطباع الطيب اللي احنا هنقدمه عن نفسنا لكل شاب في سنكم، لكل شاب في سنكم، لان انتم بالنسبه للشباب مثل وقدوه. المثل والقدوه ده بيحاسب على نفسه كويس قوي قوي في كل تصرف. هو احنا في الملعب كده كل اللي بيتفرج عليكم ده من ضمن اللي انا بتمناه، ان احنا يعني كمصريين وانا واحد منهم نشوف الشاب المصري زيه زي افضل شاب في العالم في كل شيء، افضل في كل شيء. ف كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يوفقكم ونشوفكم في احسن حال، ونستمتع بادائكم
اللي دايما انتوا بتمتعونا بيه. ربنا يوفقك ان شاء الله. حد عايز حاجه منكم؟ نزلك يا فندم. يعني باسم اللعيبه بنقدر حضرتك منتخب مصر كلهم حاضرين الموقعين على الفانيله منتخب مصر بنقدر حضرتك. متشكر جدا متشكر جدا. وعايزين نقول لحضرتك انه اولا بنشكر كل اجهزة الدوله مجموعه العمل ليل مع نهار. ده اللي هيساهم انه ابنائنا المرحله الجايه هيستفيدوا من البنيه التحتيه اللي موجوده في كل ربوع مصر. البنيه التحتيه الرياضيه النهارده ما شاء الله بخير. فبنشكر حضرتك على الاهتمام والشكل اللي هيطلع لافريقيا بشكل كبير جدا. ملاعبنا في مستوى عالي جدا. بنشكر حضرتك. ربنا يوفقك يا فندم. عندهم استعداد للكفاح وروح معنويه عاليه جدا البطوله وما بعد البطوله ان شاء الله نبقى قد مسؤوليه. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس قام كذلك بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات باستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالاستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل وكرة القدم بشكل خاص بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى. مشاهدينا اهلا بكم معنا مره ثانيه. وزير الدفاع يقلد خريجي كليات القاده والاركان من 13 دوله نوط الواجب العسكري. شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم الاحتفال بتخريج الدورات 68 اركان حرب عام والدورتين 41 و41 اركان حرب تخصص من كليات القاده والاركان، والتي تضم دارسين من 13 دولة شقيقة وصديقة هي البحرين والكونغو وفرنسا والأردن وكينيا ولبنان وعمان وباكستان والسودان وتنزانيا واليمن وجنوب السودان وفلسطين. الإسكان 40,000 فرصة عمل يوفرها مشروع محور المحمودية. أكدت وزارة الإسكان أن مشروع محور المحمودية بالإسكندرية يهدف إلى تطوير مسار ترعة المحمودية كمحور مروري ورئيسي للحركة مع وضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة. وأشارت إلى أن المشروع يوفر حوالي 40,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. جاء ذلك على هامش زيارة وفد من قيادات الوزارة ومحافظة الإسكندرية للمشروع ومتابعة الموقع التنفيذي. الهيئة العربية للتصنيع تحقق الاكتفاء من السرنجات الآمنة. شهدت وزير الصحة والفريق عبد المنعم الطراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع توقيع بروتوكول للتعاون يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السرنجات الآمنة ذاتية التدمير وتدبير كافة احتياجات وزارة الصحة من الأجهزة والمستلزمات الطبية المتطورة. وأكد فريق عبد المنعم الطراس على أهمية المشاركة في تعميق التصنيع المحلي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات الطبية. خلال اجتماع اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقي بشرم الشيخ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية تنمية المهارات وتبادل الخبرات الدولية ونشر الشفافية والحوكمة، أبرز محاور مواجهة الفساد بإفريقيا، موضحا أن هذه الأسباب دفعت مصر لإنشاء أكاديمية وطنية لمواجهة الفساد تكون أداة لإضافة المزيد من المعرفة وإعداد البحوث والدراسات اللازمة للعاملين على مكافحة الفساد بالجهات المختلفة وإنفاذ القانون على المستوى المحلي والإفريقي. مترو الأنفاق مد ساعات العمل طوال فترة بطولة إفريقيا للثانية صباحا. أعلن أحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وصيانة وتشغيل مترو الأنفاق أنه من المقرر أن تعمل خطوط المترو بنفس مواعيد رمضان والعيد خلال فترة بطولة الأمم الإفريقية. تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق الخط الثالث العتبة نادي الشمس. بدأت عملية تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث العتبة نادي الشمس عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب اعتبارا من أمس السبت 15 يونيو منذ بداية التشغيل، وهي محطات هارون وألف مسكن ونادي الشمس. وأضافت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية للإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في بيان صحفي
أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبي وكافة محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث، ويتوفر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات، وأن خدمة المترو تتميز بالسرعة، كما أن المحطات الجديدة تتميز بأنه يوجد بكل محطة منها عدد 2 مصعد كهربائي، واحد من مستوى الشارع حتى صالة صرف التذاكر، والآخر من صالة صرف التذاكر حتى مستوى الرصيف، وأيضا سلالم متحركة من مستوى الشارع إلى مستوى الرصيف لأول مرة أيضا، وذلك تيسيرا وتسهيلا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من مرتادي مترو الأنفاق، وأن مراعاة للبعد الاجتماعي تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيه وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيه بنسبة تخفيض تصل ل 97%، وأسعار الشركات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيه وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيه بنسبة تخفيض تصل إلى 98%، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه بنسبة تخفيض تصل إلى 90% على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال 3 أشهر أيهما أقرب. جدير بالذكر أن مترو الأنفاق من أرخص وسائل المواصلات في مصر، كما أنه يخدم نحو 3 ملايين راكب يوميا بالخطوط الثلاثة للمترو، وأن الخط الثالث عقب افتتاح المحطات الجديدة سينقل نحو 500,000 راكب يوميا، وأن تكلفة الثلاث محطات التي تم فتحها أمام ركاب يوم السبت تقدر بحوالي 6 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة. وزيرة السياحة تتوجه إلى العاصمة الأذربيجانية للمشاركة في أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية. غادرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مطار القاهرة متوجهة إلى دولة أذربيجان للمشاركة في أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والذي ينعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو الجاري بالعاصمة باكو. وأشارت السفارة المصرية في أذربيجان أن هذه الزيارة تعتبر أول زيارة وزارية من مصر إلى أذربيجان منذ عدة سنوات. وقبيل المغادرة أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات بين مصر وأذربيجان، كما أكدت على أهمية هذه الزيارة في تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والجهات والمؤسسات الدولية لتطوير صناعة السياحة، ومنها منظمة السياحة العالمية التي لها دور كبير في خدمة قطاع السياحة العالمي وتعزيز التعاون السياحي بين البلدان السياحية بعضها البعض. كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى. بدأت كنترولات الثانوية العامة في تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى والتي أدى فيها الطلاب امتحاناتهم الأربعاء الماضية. الأرصاد طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحري، والعظمى بالقاهرة 33 والصغرى 24، الإسكندرية 28 23، مطروح 29 22، وأخيرا أسوان 40 28. مشاهدينا كده بنكون وصلنا لنهاية أول فقراتنا وقراءتنا لأهم أخبارنا اليوم. بندعوكم بعد الفاصل لأول لقاءاتنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ صبري الجندي. انتظرونا بعد الفاصل. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا مرة ثانية. بنتواصل معكم على الهواء مباشرة، وأول لقاءاتنا اليوم وحديثنا حول المنتدى الإفريقي الأول لمكافحة الفساد، يمكن اللي عقد خلال الأيام الماضية وتحديدا يومي الأربعاء والخميس الماضيين بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ بحضور إفريقي كبير، وأيضا بعض الدول يمكن العربية شاركت في هذا المنتدى الذي يتحدث عن الفساد وتأثيراته السلبية على المجتمعات المختلفة. يمكن أنا في البداية تحدثت عن الإرهاب والفساد معا، يمكن هم مرتبطين إلى حد ما، لأن الإرهاب قد يكون أو يأتي الإرهاب بسبب انتشار الفساد في المجتمعات، فيكون الإرهاب هو أحد تداعيات هذا الانتشار للفساد. يمكن العلاقة قد تكون طردية أو عكسية، ولكن في النهاية هناك علاقة وطيدة بانتشار الفساد في المجتمعات، في ان المجتمعات المختلفه بتعاني من مشكلات عديده جدا. يمكن هذه الظاهره واضحه وضوح الشمس وبقوه في القاره الافريقيه السمراء، وان مصر خطت خطوات كبيره في مكافحه الفساد خلال السنوات الماضيه،
أدت في النهاية أن تعطي مصر خبرتها لمختلف الدول الإفريقية. دعونا في البداية نرحب معكم في هذا اللقاء بالكاتب الصحفي بالأهرام الأستاذ صبري الجندي. أهلا بك معنا فندم. صباح الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بخير وعيد سعيد علينا وعلى كل المصريين. أستاذ صبري، بداية إذا اتكلمنا عن منتدى إفريقي أول لمكافحة الفساد، يمكن الشكل العام وأسباب كل الأمور دي يمكن لازم نبتدي نوضحها للسادة المشاهدين التوقيت، ويعني عندما يكون هناك منتدى إفريقي بيحمل هذا المسمى إيه الأسباب؟ أولاً المنتدى كان الأول من نوعه، تنظمه مصر باعتبارها الرئيس الآن للاتحاد الإفريقي هذا العام، وده من واقع تطوير الأداء في الاتحاد الإفريقي. مصر لم تغب عن إفريقيا يوماً واحداً، وكل من يقول لحضرتك أو يردد أن مصر غابت عن إفريقيا قل له آسف، كلامك غير صحيح، لأنه مصر بالتاريخ والريادة لا تستطيع حتى إن أرادت أن تغيب عن إفريقيا. نحن دولة رائدة في إفريقيا، نحن دولة ساندت حركات التحرر الإفريقية، كان لهم مقرات عندنا، إحنا ساندنا الجزائر في حربها للتحرير، وبالتالي الدور الذي تلعبه مصر أو أي دولة أخرى اختلف نتيجة أنه لم يعد هناك دول محتلة في إفريقيا، كل الدول مستقلة لها حكومات وطنية، وبالتالي لما الدور اختلف حد يقولك احنا غبنا عن إفريقيا. نحن لم نغب عن إفريقيا، وما قمنا به في تنظيم المنتدى الأول لمكافحة الفساد في إفريقيا ده دور طبيعي لمصر تجاه إفريقيا. أيضا يأتي هذا الدور في إطار التقارب الجديد ما بين إفريقيا ومصر. مصر لديها دور تاريخي زي ما قلت لحضرتك بتلعبه، وإفريقيا تعود إلى مصر رغبة في استمرار الدور المصري بشكله الجديد. إحنا الآن الدول الإفريقية لديها ثروات ضخمة جدا يعتمد عليها العالم كله، وغير مستغلة إفريقيا بشكل كامل، وهذا الوضع يؤدي إلى الفساد، لأنه بيع المواد الخام واستيلاء الدول التي كانت محتلة للأفارقة على هذه المواد يؤدي إلى شبهات فساد. زي ما حضرتك تفضلت وقلت، القارة تعاني من ويلات الفساد زي ويلات الحروب الأهلية وزي الاحتلال اللي قعد سنوات طويلة، وبالتالي والإرهاب اللي متمركز في والإرهاب اللي يعني أماكن إفريقية ومصرية وعربية. إحنا الإرهاب لم يستثني دولة، في دول في إفريقيا فيها إرهاب، باكو حرام مثلا، داعش اللي بأشكال مختلفة موجودة في إفريقيا، وده دخل البلدان دي بسبب الفساد. ما هو ربما يكون الفساد اللي بيسمح، الفساد مش بيسمح، الفساد زي ما حضرتك قلت هو عامل مهم جدا في تحول الشباب إلى الإرهاب، لأنه رفضه لما يدور في مجتمعاته وعدم قدرته على التغيير يؤدي به إلى أن يحارب هذه المجتمعات من خلال سلاح الإرهاب. وزي ما احنا قلنا قبل الهوى، أيضا الإرهاب يؤدي إلى فساد، بمعنى أنه عندما تواجه دولة مخاطر زي مصر على حدودها الشرقية والغربية والجنوبية، وتواجه مشكلات في حدودها الشمالية اللي هو البحر المتوسط، ويبقى كل همنا أمننا القومي وكيفية التصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية، ممكن قوي الفاسدون يستغلون هذه المعركة ضد التحقيق الأمن القومي ويعيشوا فسادا على اعتبار أنك مش فاضلهم، ولما تفضلهم ينكمش الفساد. احنا لدينا الآن أكاديمية وطنية لمكافحة الفساد تبع لهيئة الرقابة الإدارية، من ضمن التوصيات أن تقوم هذه الأكاديمية بتدريب إخواننا الأفارقة على كيفية مواجهة الفساد. أهم شيء في المنتدى وأخطر شيء أنه حضرتك 51 دولة جاءت
من افريقيا الى جانب اربع يعني. دول يعني كل افريقيا هم احنا 58 دوله جم 51 دوله الى جانب اربع دول ضيوف شرف عربيه السعوديه الامارات الاردن أيوة. الكويت 55 دوله بما فيهم مصر اقروا وحط تحت اقروا دي مليون خط حضرتك ان الفساد يعيق التنميه وان الفساد لا يحقق رضا المواطن لانه انا كمواطن بشتكي من الفساد في كل مكان اروح مرور فساد اروح مكتب صحه فساد اروح مش عارف اعمل معامله تجاريه فساد اعمل معامله وظيفيه فساد الفساد فساد مواطنين مش فساد دوله لكن لانه منتشر فيبدو ان احنا ساكتين عليه لكن انت تكافحه هيئه الرقابه الاداريه تضبط كل يوم فاسدين وتحقق نجاحات كل يوم لكن تيجي حضرتك تسالني كمواطن طب هو ده الحل ان انا كل يوم اضبط فاسد لا مش ده الحل الحل ان انا اغير القوانين لو محتاجه تغيير اني اغير اللوائح العقيمه اللي بتسمح بالفساد اني يبقى عندي مبدا الثواب والعقاب عشان اقدر اعاقب المنحرف بس بوش اقول يعني احنا النهارده تستغرب حضرتك ان بعض الاماكن الناس تشاور على الفاسد وتقول لك هو ده الفاسد ويطلع المدير مش كده محدش عارف يعمل حاجه ويطلع قياده ويطلع مستف ورقه كويس قوي لانه عارف القانون وثغراته واللوائح وأضابير اللوائح وعارف كل حاجه تتعمل ازاي فلما تيجي تحاسبه ما تلاقيش عنده حاجه غلط لكن عنده اوراق وعنده قوانين وعنده لوائح تسمح له بالفساد وبالتالي الفتره الجايه لازم نبقى عمليه تنقيه بقى حسابنا على سد الثغرات التي تسمح بالفساد عاملين حسابنا على محاسبه الفاسد قبل ان يكون فاسدا اللي هي بيسموها الرقابه مش اللاحقه السابقه انه ما اكتفيش بانه واحد اسيبه اقول لما يقع او لما اظبطه عليا ان انا اولا اختار ناس كويس بطريقه كويسه اختارهم بجد ما بقاش اختارهم النهارده وبعد ست شهور ينحرفوا ويتقبض عليهم وانا اللي اخترتهم وانا اللي قبضت عليهم نفس الجهه تقريبا وبالتالي انا محتاج مش بس اختار كويس واحط معايير اختيار حقيقيه مش معايير اختيار على الورق يعني يبقى عندي معيار لاختيار القيادات او الناس اللي هتشغل الوظائف معايير حقيقيه لا تعتمد على لا واسطه ولا محسوبيه ولا تعتمد على المجاملات احنا بعض الاشياء يجي يقول لك ايه طب هجيب منين مسؤول تقول له انت عندك فلان فاسد لازم يتغير يقول لك ايوه ما انا عارف بس هجيب منين عايزين نبطل حكايه اجيب منين احنا عندنا اكاديميه وطنيه لتاهيل الشباب عندنا الرئيس عبد الفتاح السيسي انشا هذه الاكاديميه في برنامج رئاسي قبل الاكاديميه كان بيأهل الشباب للقياده وبقى عندنا قواعد شبابيه مؤهله للقياده عايزين نبطل حكايه لا ده بالأقدمية ولا بالدور ولا مش عارف بإيه عايزين نتعامل كما يتعامل العالم مع الوظيفة عايزين تبقى الوظيفة هي وظيفة وخدمة عامة ما يبقاش الموظف هو السيد على المواطن يبقى الموظف بيأدي خدمة للمواطن لأنه الموظف ده إذا كان هنا في الاستوديو هو موظف لما يروح مكتب التموين هو مواطن فلا بد أن يعامل معاملة آدمية محترمة شفافة وأنا بزهق من كلمة شفافية لأنها كل ما بنستخدم الكلمات مطاطة جدا وبتحمل معاني كتير بنستخدمها ونفقد معانيها طب يعني أستاذ صبري لو اتكلمنا على مشاركة 51 دولة إفريقية وهو المنتدى الإفريقي الأول ما معنى وما قيمة يعني إن أربع دول عربية تكون أيضا مشاركة بقيمة ومكانة دول زي السعودية والكويت والإمارات والأردن إحنا دولة تتمتع بميزة لا يتمتع بها دول كثيرة وهي أننا دولة عربية إفريقية إسلامية شرق أوسطية موقعنا ربنا ادهولنا كده ادى مصر كده مصر دولة إفريقية أسيوية ومصر دولة عربية ودولة إسلامية ودولة تقع في محيط الشرق الأوسط في منطقة الشرق الأوسط نحن الجار الجنوبي لأوروبا احنا جارنا اللي فوقنا على طول في الشمال هو اوروبا بكل ما تملكه من تحضر ومن قيم ومن عداله ومن ديمقراطيه ومن
نوع من الحكم الرشيد أشياء كثيرة جدا. وبالتالي لما تيجي دول عربية هي الدول الأهم في المنطقة العربية، هي الدول والدول المستقرة. لو بصيت على الكويت، على الإمارات، على السعودية، على الأردن، دول الحمد لله لم يصل إليها ما يسمى بالربيع العربي، ولا يصل إليها التآمر على تفتيت المفتت وتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ كما حدث في ليبيا، وكما حدث في اليمن، وكما حدث في العراق، وكما حدث في سوريا، وكما يحدث في اليمن، نحن وكما يحدث في السودان، وكما يحدث في الجزائر. نحن استمتعنا بوجود أربع دول حتى هذه اللحظة، وأرجو أن يستمر استقرارها مستقرة، ويزداد العدد، ويزداد عدد الدول المستقرة، وإن إحنا نرجع تاني أمة عربية قادرة على الحياة. يعني لما نبتدي نتكلم عن مؤتمر الفساد وتحت مظلة، أو بتقيمه مصر تحت مظلة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، هذا المؤتمر هو الأول من نوعه. هل ستنتهي مصر، علاقة مصر بهذه المؤتمرات النوعية الهامة اللي هي يمكن في الأول في الآخر بتكافح الفساد، ومن ثم بتساعد على تنمية القارة السمراء واستغلال مقدراتها؟ يعني عندما تنتهي رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي، هل ستنتهي اهتمام مصر بهذا الدور، ولا ده بداية لهذا الدور؟ لا، هو هي مصر في المرحلة الحالية اللي بدأت من 4 سنين غيرت خريطة اهتماماتها. لم يعد صانع السياسة الخارجية المصرية يعتمد على معسكر واحد أو دولة واحدة أو على قارة واحدة. نحن لدينا علاقات سياسية واقتصادية متنوعة في شرق آسيا، عندنا علاقات متميزة بالهند واليابان، والرئيس المصري أول مرة رئيس مصر يزور أندونيسيا مثلا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإحنا علاقتنا بأندونيسيا قديمة جدا لأنها كانت إحدى دول عدم الانحياز المؤسسة لحركة عدم الانحياز، مش كده؟ ومع ذلك أول رئيس مصر كان يروح هو الرئيس عبد الفتاح. عندنا علاقات في شرق آسيا، عندنا علاقات في أمريكا الجنوبية، عندنا علاقات في أوروبا. لم نعد حلفاء لحد، ولم نعد أسرى علاقة واحدة أو علاقة ثانية. نحن الآن لدينا علاقات مع دول عديدة، وبالتالي بغض النظر عن رئاسة مصر هذا العام للاتحاد الإفريقي، هي بتنشطه على فكرة وبتنشط حركة العمل داخل الاتحاد الإفريقي، لكن الاهتمام المصري بإفريقيا لا يتوقف ولن يتوقف. وبالتالي مش عشان احنا رؤساء للاتحاد هذا العام، لا، لأنه ده توجه سياسة خارجية، وتوجه مصر الإفريقية نحو إفريقيا، وتوجه مصر العربية ناحية المنطقة العربية. نحن الآن نمارس الفعل السياسي والاقتصادي على كل الأصعدة وفي كل القرى القارات آسيا، وبالتالي ليس اهتماما مؤقتا وليس مرتبطا برئاستنا للاتحاد الإفريقي. أستاذ صبري، هذا المؤتمر الذي يمكن قامته هيئة الرقابة الإدارية، ويؤكد على دورها القوي والفعال اللي احنا متابعينه من خلال سنوات في مكافحة الفساد، ويمكن ضرب بيد من حديد على الكثيرين جدا من الفاسدين. الفساد في مختلف دول الإفريقية مختلف، كل دولة وليها الفساد حسب طبيعة البلد وطبيعة يعني الشعوب، توزيع الثروات كمان. لأنه في دول تعتمد على القبائل في الحكم، يعني توازن بين القبائل، وبالتالي قد يكون مش فساد دولة، فساد قبيلة. احنا الفساد اللي في مصر اللي كلنا شايفينه هو فساد سلوك مواطن. انا وحضرتك مشاركين في الفساد، يا اما بممارسته يا اما بالصمت عليه. تمام. يعني انا لما اقول لك مثلا حضرتك رايح تطلع رخصة عربية، فتلاقي واحد كده فريكيكو يستقطب حضرتك ويقول لك طب تعالى وانا اخلصها لك وياخد فلوس، انت عشان تقول اصلا ما عنديش وقت، اصلا لسه هقف في الطابور، اصلا لسه هروح اجيب الورق واعمله، فبتستسهل هذه الحكايه وتقوم تشارك في الفساد عشان تمشي. وواحد تاني يقول لك فلان بيبتزك وعايز منك فلوس
اسمها زي ما تسميها، اسمها الشاي، اسمها الاكراميه، اسمها الرشوه، زي ما حضرتك تسميها. تقول وانا يعني انا اللي هصلح الكون، ما هو بياخد وكل الناس شايفاه. طب ما تسهيل الاجراءات ممكن ما يخليش مش كده؟ آه. عشان كده لما انا كنا في وزاره التنميه الاداريه في 2005 كنت انا مستشار الوزير ايامها، عملنا حكايه مكاتب خدمه المواطنين المنتشره في كل المناطق، خصوصا الاحياء والمراكز والمدن اللي هي المحليات اللي كلنا بنشكو من فساد العاملين فيها او معظم العاملين فيها، عشان نبقى دقيقين. عارف ايه اللي حصل؟ بعد ما عملنا تكنولوجيا رائعه ودربنا الناس واشتغلنا كويس قوي وكانت تجربه هايله، عارف مين اللي فشلها؟ الموظفين. ليه؟ لانه ما بقاش في تعامل مباشر مع المواطن، وبالتالي انقطع الموارد اللي بتروح لهؤلاء الفاسدين، فلازم يعطلوا الدنيا. الان الحكومه الحاليه والحكومه السابقه اهتمت من جديد بالمكاتب، بتطورها عشان كلما بعد مقدم الخدمه عن متلقي الخدمه قل كلما الفساد. قل الفساد. الكاتب الصحفي الاستاذ صبري الجندي، الكاتب الصحفي بالاهرام، بشكرك جدا لهذا اللقاء، وان شاء الله يكون لنا لقاءات اخرى قادمه ان شاء الله. شرف لي يا فندم. اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا بعد الفاصل نتواصل، فانتظرونا. بنصبح عليكم.
مشاهدينا اهلا بكم معانا مره ثانيه. يمكن تابعتوا من خلال يمكن بعض الصور الفيديوهات السابقه، انطمنا على وصول عربيات او سيارات البث المباشر لمباريات كاس الامم الافريقيه للاستادات اللي هتنقل البطوله في القاهره وفي اسكندريه وفي اسماعيليه وفي السويس، وان شاء الله تكون هذه البطوله بالشكل اللي احنا نتمناه. دعونا في البدايه نرحب معكم في هذه الفقره الغنائيه اللي مقدمها لكم النهارده بالمطرب الشاب وعازف العود الاستاذ رامي ابو الفتوح. اهلا بك معانا رامي. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. كل مستمعين حضرتك طيب يا رب، والقناه الثانيه بخير دايما، وكل اسره التلفزيون المصري بخير. تشجع مصر طبعا. طبعا اكيد. يعني هو السؤال مش في محله، بس يعني مجهز حاجه لتشجيع مصر؟ طبعا طبعا احنا احسن هنغني اكتر ما هنتكلم. ما لا تمام طبعا، فنبتديها بحاجه لمصر بقى علشان المشهد ده واستعدادنا للبطوله. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي. يا غنوة المسافر لما يكون بعيد يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد. يا غنوة المسافر لما يكون بعيد يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد. بنلف المواني وبنرجع لك تاني، بنلف المواني وبنرجع لك تاني، تاخدينا بالحضن ودايما لابسه ثوب جديد. مصر يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي. مصر يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي. وحدتنا الوطنيه سماحه وسلام، يحتار اللي يشوفها يجيب منين كلام. وحدتنا الوطنيه سماحه وسلام، يحتار اللي يشوفها يجيب منين كلام. في الشده بنشارك في الفرح بنبارك، في الشده بنشارك في الفرح بنبارك، وده كله علشانك انت يا مصري السلام. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في البطوله الافريقيه. رامي انت خريج يعني اي معاهد موسيقى؟ انا ولا الحقيقه لا، انا خريج كمبيوتر ساينس. لا كمبيوتر ساينس، وبعدين درست دراسات حره في الموسيقى، قعدت يعني تقريبا اربع سنين عربيه. طبعا درست على ايد كل دكاتره الموسيقى العربيه، وتعلمت العود هناك. تعلمت العود على ايد دكتور عادل مصطفى طبعا، واستاذي في العود، وتعلمت الغنى على ايد دكتور محمد عبد الستار ودكتور عادل برضه ودكتور هيثم نظمي. بس انت اللي استهواك الاول الغنى ولا الغنى؟ العزف؟ لا الحقيقه الغنى، وبعدين العزف. العزف ده جه لاحقا بقى. يعني تقعد تدندن كده وتطلع؟ طبعا. ما هو انت بتعلم حاجه، او عامه يعني الشيء الحلو في الموضوع ان انت تكون بتحب حاجه وتبتدي تمارسها، وتبتدي كمان تبقى يعني تعتبر دلوقتي كمان بقت بالنسبه لي شغل، يعني غير شغل اضافي يعني. الحمد لله تمام. يعني جنب الكمبيوتر ساينس انت برضه؟ بالظبط. عندي باند كمان اسمه ذكرياتي باند، الحمد لله بنعمل. بس الكمبيوتر خادم الموسيقى اللي انت شويه بقى يعني شويه في الحاجات في التوزيعات وال... بالظبط. يعني بس تمام. شاركت في مهرجانات وكده؟ الحقيقه كذا حاجه. شاركت في كذا مهرجان، وسافرت بره مره، لكن ان شاء الله المزيد جاي ان شاء الله. نسمع ايه تاني؟ قلنا هنسمع كتير. حيران كده ليه
متغير ليه حيران كده ليه متغير ليه ده انا قلبي عشان صوتك قريب منه شويه. حد قال لك ان النبره قريبه شويه من مصطفى؟ ايه لا يعني قليل قليل بس انا يعني من الاول وهله كده في بس انا طبعا بحب جيل التسعينات جدا يعني. انت بتميل لموسيقى التسعينات؟ حقيقي جدا. طب هنسمع ايه تاني تسعينات؟ ايه اللي بيشدك في اغاني الثمانينات والتسعينات؟
كان فيها نقله كده ما بين الغنى القديم الشرقي اللي هو اللي احنا متعودين عليه واللي احنا بندرسه، وكان في طفره جديده من حيث اتجاه المعنى والكلمه والتوزيع. كان في يعني حاجات يعني حلوه جدا كانت محتفظه. يعني معنى كده ان انت مش عاجبك بتاع دلوقتي بقى؟ صراحه لا خالص، حقيقه لا يعني مش الكلام ده خالص. يعني من اول سنه كام كده يعتبر نهايه الالفينات ابتدى الموضوع يبقى مختلف في المزيكا، وفي حتى ابتدينا نبعد عن الشرقيات بتاعتنا، يعني ابتدينا نبعد عن الجو بتاع المقسوم، الغنى المقسوم والحاجات الحلوه المصريه. رغم ان الغنى يعني في شويه انطباعات لسه موجود، لكن مسخ ما فيهوش الحلاوه بتاعه الروح المصريه الحقيقيه اللي احنا نحب نسمعها. يعني الموسيقى الاندر جراوند والحاجات دي ده مش جونا. لا خالص، وعلى فكره هو مش موجود. يعني هو لوك بالاندر جراوند مستحدثا ان هو لا، لكن البليبه كانت بتقول الحاجات دي الفنانه الكبيره. كانت بتقول الاندر جراوند الثلاثي اضواء المسرح يعتبروا كانوا اندر جراوند في وقتهم. هو مش ما كانش يعني هو مش موضه دلوقتي خالص، لا هم قايلينه من سنين، من الستينات بيتقال. بس هم اتطور في شكل مختلف لكن مش حلو. يعني حتى لما عملوه مثلا ثلاثي اضواء المسرح او الثلاثي المرح او الفنانه البليبه وكذا حد على فكره مش متذكر طبعا الاسامي، لكن كان بيتعمل بالطريقه المصريه الجميله الشرقيه. احنا واخدينه بقى بالغربي بالشكل، احنا بس بنقول كلمات عربي بالظبط، لكن ديستورشن ما تقدرش تتحمله طبعا. لكن هو سائد. هنختم بايه؟ هنقول حاجه للفنان الجميل انا بحبه رحمه الله عليه عمر فتحي، يمكن مش كتير من الجيل يعرفه، بس احنا نقول له حاجه كانت مشهوره جدا ليه اسمها ابسط يا عم. ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عم ما تشيلش هم، ما هي ماشيه معاك اخر حلاوه. ابسط يا عم ما تشيلش هم، اهي ماشيه معاك اخر حلاوه. بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا، نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة. بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا، نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة. واهي ماشيه معاك، ماشيه معاك اخر حلاوه. خوف الميه تجري في العالي ما ترونيش، ودي لك زهره عمري تبعني ما تشتريش. يا خوف الميه تجري في العالي ما ترونيش، ودي لك زهره عمري تبعني ما تشتريش. ما هو يا ما في عجايب وقصص بين الحبايب، يا ما يا ما في عجايب وقصص بين الحبايب. وانا برضو ليا عذري من صغري معاك بعيش. بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا، نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة. بس انت بقى افتكرنا ما تحبش حد غيرنا، نصبح نلاقيك هاجرنا وتعلمت الشقاوة. واهي ماشية معاك، ماشية معاك اخر حلاوة. ابسط يا عم ما تشيلش هم، ابسط يا عمي ما تشيلش هم، اهي ماشية معاك اخر حلاوة. يعني دعوة للتفاؤل في نهاية يومنا النهاردة، في نهاية يومنا مع بنصب عليك، مع بداية يومكم ان شاء الله بكل الخير والامل. في نهاية بنشكر ضيفنا عازف العود والمطرب الشاب رامي ابو فتوح، كل التوفيق ليك ان شاء الله. سعيدنا بوجودك في البرنامج، سعيد بوجودكم معايا. شكرا. شاهدينا في كل مكان، استمتعنا بوجودنا معاكم النهارده. انتظرونا غدا وفريق عمل جديد دائما معكم بنصب عليك.